حسين بابا ابن السلمانية عاش طفولته كما أبناء جيله، ومنذ صغره لم يعرفوا متنفسا له سوى ملاعب الفرجان التي من خلالها بدأت حكايته مع كرة القدم. يعني أنا نشأت في منطقة السلمانية، في منطقتنا يعني ما كان عندنا شيء، اللهم كان عندنا ملعب مجاب للبيت، فكان الملعب هو المتنفس الوحيد لنا في ذيك الفترة. يعني في المدرسة أنا كنت يعني خلينا نقول شوي طالب ذكي لكن كسول، يعني دائما كله راقد في الصف أو أشرد من الحصص أروح ألعب رياضة، يعني أي فرصة أحصلها بس طلعت ورحت لعبت كرة. اكتشفني على يوم المدرسة أستاذ إبراهيم الصباغ الله يرحمه، هو اللي اكتشفني وقال لي، يعني تنبأ لي، قال لي أنت راح تصير يعني من أحسن اللاعبين في البحرين، لازم تكمل، لازم تواصل. فكان دائما يعني دائما مميزني عن باقي الطلبة، حطني كابتن فريق المدرسة، فكان داعم لي يعني بشكل رئيسي، حتى كان يساعدني أوقات حتى في دراستي على أساس أن أنا يعني أنجح على الصعيد الدراسي وعلى الصعيد الرياضة. من أكثر اللحظات المريرة التي لا ينساها أبدا حسين بابا هي الخسارة أمام اليابان في كأس آسيا 2004 بالدور النصف النهائي، التي تحمل في طياتها ذكريات مؤلمة. مباراة اليابان والبحرين هذه جرح، يعني جرح كل ما نتذكره احنا كجيل دائما تضايق. يعني انا واحد ليومك هذه اذا المباراة تمر على بالي يمكن بالليل ما نام، لان المباراة كانت في يدنا، المباراة كانت في المتناول، واحنا كنا افضل فريق في البطولة هذه. احنا ضيعنا المباراة، احنا باخطائنا بقلة خبرتنا، يعني احنا سجلنا دقيقة هدف في دقيقة 94 واستقبلنا التعادل عقبها بثواني، فكانت يعني مباراة مستحيل ان احنا ننساها. بعد المباراة حالة بكاء غير طبيعية في الفندق من الفريق كله بدون اي استثناء، لدرجة ان مباراة الثالث والرابع اللي هي كانت مع المنتخب الايراني اغلب اللاعبين ما يبون يلعبونها خلاص، يعني كان طموحنا البطولة مو طموحنا ان نلعب على الثالث والرابع. يعني حتى المدرب اضطر في مباراة الثالث والرابع انه يريح 6 لعيبة من اللي لعبوا مباراة اليابان، فكانت مباراة صعبة يعني، وكنا احنا الاحق ان احنا ننتهي للنهائي، لكن هذه كرة القدم.